أن يتم توقيف السائق ويعتبر سبب في ضرر الجسد الناجم للغير. أما بعد صدور القانون رقم 4 لعام 2015 القاضي بتعديل نص المادة 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004، القاضي لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا سائق أو مالك المركبة في حال حدوث حادث سير نجم عنه ضرر جسدي للغير، في حال كانت هذه المركبة متوقفة بصورة نظامية فلا يعتبر مسبب ولا يلحق جزائيا أبدا، ولا يكون تؤخذ نحن كقسم تحقيق نقوم بأخذ إفادة سائق أو مالك المركبة من باب المعلومات فقط. نعم، بس إذا كانت هي السيارة متوقفة بطريقة غير نظامية بيختلف الإجراء. طبعا بيختلف، إذا كانت السيارة متوقفة بطريقة غير نظامية يختلف الإجراء، يختلف تماماً.